الجزيرة المغربية منها. الصافرة نعم تنصف الصافرة تنلح الامتياز اللي راه بجوج الواحد مع فرنسا بالحق دائما كيبقى المغرب احلى احلى لعبه عندنا في المغرب احلى لعبه عندنا في المغرب ومازال ان شاء الله نديو كؤوس للماجيين وحنا مفتخرين ببلادنا ومفتخرين بالاسود ديالنا. بيبا المغرب بيبا بيبا المغرب فيفا المغرب. لعاب لعاب ما عندنا ما نقولوا فيه صلاة النبي عليه والله يحجبه. جيناكم من السعوديه نشجع المنتخب المغربي فخر العرب رفع الراس. هذه مش هزيمة باللعب ده مش هزيمة. الأداء قدموا كل حاجة عندهم. المغرب فخر العرب وحنشوفهم في المونديال القادم إلى أعلى وأعلى بإذن الله وحياخد المركز الثالث بإذن الله. الجمهور كلهم بيرفكت كلهم بيرفكت. مدرب عشان يعرفوا قيمة المدرب العربي كيف ولد البطن ولد المغرب كيف بيطلع بيدرب المغرب المنتخب. وألف مبروك ليكم بيبا المغرب ديالنا وحنا فخورين باللاعبيه ديالنا وبالمدرب ديالنا الركراكي وحنا عمرنا ما كنا كنتظروا يوصلوا لهاد المرحله هادي والله ينصرهم ان شاء الله للمرحله المقبله. منتخبين في نهائيات كاس العالم مشاهدينا الكرام مباريات السابقه كانت بطابع ودي من تلك النتيجه جمعتهما في فرنسا بين بلدينا كره من خارج منطقه الجزائر كذلك اللاعب الفرنسي هو مباشر بأن فرنسا يعني لا تفضل الاستحواذ كثيرا لعبة مباشر قصد المدافعين خاصة مبابي وجه لوجه واحد ضد واحد وكذلك ديمبيلي واحد ضد واحد مرة الكرة زياش زياش ولكن بعد ذلك تتحول مباشرة إلى ضربة مرمى لسيدة المنتخب الفرنسي. هذه واحدة من الانطلاقات التي هذاك الشيء اللي وقع وقع كنا غادي نماركيو في الاخر عطونا العين بقاو كيخسرونا غير الوقت بقاو غير كيخسرونا الوقت كانوا كيطيحوا راسهم وهذاك الشيء باش يخسرونا الوقت باش هما يربحوا. الحكم ما كانش جوست مره كان اصلا من ولد المونديال ما كانوش معانا باش يعاونونا وبقاو كيخسرونا الوقت باش هما يربحوا وفي الاخر طلع جوج على الصفر وما قدرش نرجع الوقت. بالحق داك الشيء اللي كتب الله بغى هاد الشيء يعني ما عندنا ما نديرو البغيه هاد الشيء اللي بغى الله.